أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. تستمر الاشتباكات في الجهة الشرقية من مدينة الرقة في كل من حي الروضة وداخل أحياء مدينة الرقة القديمة بعد اجتياز قوات سوريا الديمقراطية لسوري المدينة القديمة، حيث تشهد جبهة معارك عنيفة تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة. أما في الجهة الغربية فقد تمكنت قوات سوريا الديمقراطية صباح اليوم من السيطرة على أغلب حي الدرعية باستثناء وجود بعض الجيوب لداعش منتشرة ضمن الحي بحسب ما أفاد به قياديون ميدانيون في هذه الجبهة. أكد نصر الحريري رئيس وفد المعارضة السورية في محادثات السلام السورية جنيف 7 أن وفده تقدم بمقترحات للانتقال السياسي في سوريا ويحقق تقدما بشأن القضايا المطروحة مع فرق الأمم المتحدة، لكن وفد نظام الأسد يرفض الدخول في المفاوضات بشكل جدي. أعلنت مصادر أمنية عراقية أن مجاميع من تنظيم داعش شنوا هجمات متفرقة على مناطق تابعة لمدينة الموصل، وأضافت المصادر أن قواتها والعشائر صدت هجمات لأفراد التنظيم على قضاء الحظر بعد أن دمرت طائرات الجيش سيارات داعش المفخخة، وبعدها قتلت القوات العراقية المهاجمين ودمرت أسلحتهم. قتل 20 إرهابيا على الأقل في قصف جوي شنه الجيش المصري على تجمع في قرية بلعة غربي مدينة رفح شمال سيناء، وتمكنت طائرات الجيش المصري من تدمير سيارة أثناء محاولة فرارها، وتمكنت من قتل 4 إرهابيين كانوا بداخلها. هذا ويشن الجيش المصري عمليات عسكرية لملاحقة الإرهابيين المتورطين في الهجوم على نقطتين عسكريتين بمنطقة البيرث جنوب مدينة رفح. قالت وزارة الأمن الداخلية الأمريكية اليوم الأربعاء قالت إنها رفعت حظرا على حمل أجهزة الكمبيوتر المحمول بمقصورات الركاب على رحلات شركة مصر للطيران المتجهة للولايات المتحدة. وبقرار يوم الأربعاء تبقى القيود المطبقة في شهر مارس آذار الماضي مفروضة على شركتين فقط بالشرق الأوسط. كللت جهود شركة هايبر لوب وان للنقل فائق السرعة بأول تجربة ناجحة ليخرج المشروع العملاق من طور النظرية إلى إطار التجربة العملية، ويخطط عدد من دول العالم لتنفيذ المشروع منها الولايات المتحدة والإمارات وروسيا وفرنسا. توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمعدل أعلى بشكل طفيف عما كان متوقعا هذا العام بسبب زيادة الاستهلاك في الهند وفي الولايات المتحدة وفي ألمانيا، وتتوقع الوكالة أن يصل إجمالي الطلب على النفط 98 مليون برميل يوميا هذا العام. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.